بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل تلاميذ تلميذات دروسنا، وهذه المرة مع درس في مادة الاجتماعيات، وبالضبط مكون الجغرافيا، فتابعوا معي. تلاميذي، تعرفنا في الدرس السابق، وكان موضوعنا في الدرس السابق هو مكونات الحي ووظائفه، وهذا الدرس كان هو أول درس في المحور الثاني من المجال، وهو المجال الحضري، بعدما تعرفنا على المجال الريفي. إذن تعرفنا في هذا الدرس على معنى الحي، على مكونات الحي، وكذا على الوظائف التي يقوم بها هذا الحي. فما هي هذه الوظائف؟ رأينا أن الحي يقوم بوظائف مختلفة، منها الوظيفة الصناعية، حيث هناك حي صناعي، حي إداري، حي تجاري، وحي سكني. وقلنا هذه الوظيفة تختلف حسب مكونات هذا الحي. إذن بما أن هناك وظائف مختلفة، صناعي، إداري، تجاري، فمن يقوم بهذه الوظائف؟ إنهم سكان هذا المجال. إذن من هنا نكتشف أن سكان المجال الحضري يقومون بأنشطة مختلفة، وهذا هو موضوع درسنا اليوم، إنه أتعرف نماذج من الأنشطة البشرية في المجال الحضري. إذن أدعوكم إلى تتبع معي الدرس لنتعرف على هذه النماذج بعضها فقط للأنشطة البشرية التي يقوم بها سكان المجال الحضري. أولا سنتعرف على الأنشطة الصناعية بالمدينة، نماذج من الأنشطة الصناعية بالمدينة. وكما تعرفون أن الصناعة تنقسم إلى نوعين، هناك الصناعة التقليدية أو ما يسمى بالحرف التقليدية، ثم هناك الصناعة العصرية. إذن كمحور أول سنتعرف على نماذج من الحرف التقليدية بالمدينة، وللتعرف عليها لاحظوا معي الصور أو الوثائق، الوثيقة الأولى والثانية والثالثة، صفحة 88. إذن ركزوا معي جيدا في هذه الوثائق. إذن لاحظوا معي في الوثيقة الأولى، ما نوع الحرفة الممثلة في كل وثيقة؟ يعني في الوثيقة الأولى ما نوع الحرفة؟ أي حرفة؟ في الوثيقة الثانية كذلك أي حرفة؟ وفي الوثيقة الثالثة ما الحرفة التي تمثلها الوثيقة؟ كذلك لاحظوا معي طريقة العمل، كيف يعملون؟ ما هي الأدوات التي يستعملونها؟ وكذا المواد المستعملة في هذه الحرف. لن أترك لكم ولتني تدقيق جيدا في الوثائق والإجابة عن هذه الأسئلة. فكما نعرف أن المغرب يعرف بكثرة الحرف التقليدية التي تتشابه من منطقة إلى أخرى وأيضا تختلف. إذن فيما يخص الوثيقة الأولى، نوع الحرف هي ماذا؟ الصناعة الجلدية، بينما في الوثيقة الثانية هناك صناعة النسيج، وهنا بالضبط نسج الزرابي، بينما في الوثيقة الثالثة النجارة، وبالضبط النقش على الخشب أو ما يسمى كذلك بتطعيم الخشب. فيما يخص طريقة العمل، كيف يعملون؟ بما يعملون؟ إذن طريقة العمل هو عمل يدوي، كما تلاحظون أن الحرفيين في الوثائق الثلاث هم يعملون باستعمال أيديهم بالاستعانة ببعض الأدوات البسيطة، كمثلا هناك مطرقة، هناك مغزل، وغيرها من الأدوات. أما المواد التي يستعملونها، فمثلا في الوثيقة الأولى يعتمد على الجلد، في الوثيقة الثانية هناك خيوط، بينما في الوثيقة الثالثة الخشب. إذن تلاميذي، هذا فيما يخص بعض هذه الحرف. هناك طبيعة الحال حرف أخرى غير مذكورة في أو لم تمثل في الوثائق، والتي سنكتشف بعضها من خلال، لاحظوا معي الوثيقة الرابعة. إذن
دائما في صفحة 88. إذن ما هي الحرف الأخرى الغير ممثلة في الصور السابقة والتي نجد منتوجاتها في هذه الوثيقة؟ ماذا لدينا؟ هناك كراسي، هناك طاولات. إذن تلاميذي، هناك الكراسي أي الحدادة، ثم هناك نقش على زليج بالإضافة إلى الصناعة المعتمدة على القصب من صنع سلال وغيرها من الأدوات التي تصنع من القصب. إذن تلاميذي، كما تلاحظون في هذه الوثائق الأربعة نجد أن المنتوجات، أولا ما هي المنتوجات التي ينتجونها؟ طبعا حال هناك منتوجات مختلفة، مثلا في الوثيقة الأولى هم ينتجون حقائب جلدية، أحذية، أحزمة، معاطف وغيرها. الوثيقة الثانية هناك الزربية، هناك لحاف، ملابس صوفية وغيرها. الوثيقة الثالثة هناك إطارات خشبية، طاولات، كراسي. لو دققنا جيدا في ملاحظة هذه طريقة العمل وأيضا المنتوجات، كيف نجدها؟ أن هذه المنتوجات لها قيمة فنية. ما هي هذه القيمة الفنية التي نجدها لمنتجات الصناعة التقليدية عموما، سواء التي توجد في الوثائق أو التي نجدها لدينا في المنازل أو التي نجدها عند زيارة معارض الصناعة التقليدية في بلادنا؟ إنها تلاميذ تميزوا بماذا؟ تميزوا بالإتقان، بحيث أن نجد أنها متقنة الصنع، ليس بها أي عوجاج أو غيره. كذلك أنها ذات ألوان متناسقة، ألوانها جميلة جدا وفيها تناسق رائع. بالإضافة إلى ذلك أنها نجدها أن نعتبرها كتحفة، مثلا عندما يكون لدينا بعض هذه المنتوجات في المنزل فنحن نحافظ عليها كثيرا أكثر من المنتوجات التي نشتريها من الأسواق العصرية. إذن فعلا أن لها قيمة فنية وأنها تحفة فنية، حتى أنها تستقطب السياح وأنها تجلب انتباه الزائر وغيرها. إذن بالتالي فهذه الصناعات التقليدية تلاميذي هي مهمة جدا، بحيث أنها أولا هي موروث ثقافي إرث لبلادنا، كذلك أنها تعطي قيمة مميزة تميز منطقة عن الأخرى، إضافة إلى تمييز بلادنا بهذه الصناعات. طبيعة الحال أن هذا بفضل الحرفيين الذين هم يتقنون عملهم، وهذا العمل بطبيعة الحال ويأخذ وقتا طويلا ومجهودا كبيرا. إضافة إلى هذه الحرف التقليدية التي تعتمد على الأدوات البسيطة والمواد الأولية الطبيعية، لدينا هناك نشاط مهم جدا في المدينة وهو الصناعة العصرية. إذن سنتعرف كذلك على بعض هذه النماذج من الصناعة العصرية للتعرف عليها. لاحظوا الصورة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة المتواجدة في الصفحة 89. لاحظوا معي، لدينا في الوثيقة الخامسة ما نوع الصناعة؟ ما هي الصناعة الممثلة في تلك الوثيقة؟ إنها صناعة غذائية، حيث أن نجد هناك مصانع عدة للمصنوعات الغذائية، حيث يتم تصنيع مواد غذائية. بينما في الوثيقة السادسة هنا لدينا وحدة صناعية لإنتاج الملابس الجاهزة، مصنع لصناعة الملابس. في الوثيقة الموالية السابعة صناعة الجلد، صناعة جلدية. ثم هناك في الوثيقة الثامنة هناك وحدة صناعية لإنتاج ورق الفلين، فلين ونوع من أنواع الأشجار يتم استخلاص منه الورق. إذن لو لاحظنا جيدا هذه المصانع كلها، صيف التجهيزات والمواد الأولية المستخدمة. أولا التجهيزات، ثم هناك ما هي المواد الأولية، المواد الخام التي يستخدمونها. طبيعة الحال هذه الصناعات لها أهمية، ما أهمية هذه الصناعات بالنسبة للسكان؟ وانطلاقا من هذه المناقشة، ما المقصود بالصناعة العصرية؟ أيضا تلاميذي، بعدما تعرفنا على الصناعة العصرية والصناعة التقليدية، سنقوم بمقارنة بين الصناعتين التقليدية والعصرية، من حيث أولا كم الإنتاج، يعني كمية الإنتاج، وأيضا من حيث سرعة الإنجاز. كذلك أترك لكم مهلة
للتفكير في الإجابات والتوصل إليها من خلال ملاحظتكم لهذه الوثائق التي تمثل لنا بعض نماذج الصناعة العصرية بالمجال الحضري أو بالمدينة. إذا فيما يخص التجهيزات، ماذا نجد هناك؟ ماذا تلاحظون؟ هناك آلات ضخمة وعديدة، حيث أنها تغطي مساحة كبيرة جدا من الآلات. أما المواد، هناك مواد أولية طبيعية مختلفة، مثلا نجد في الوثيقة الخامسة هناك البرتقال، استخلاص الحوامض وغيرها. ثم هناك الأثواب، هناك الجلد، هناك الورق، الفلين وغيرها. بينما أهمية هذه الصناعات بالنسبة للسكان، بطبيعة الحال أن هذه الصناعات هي مهمة جدا للسكان. لماذا مهمة؟ أولا تلبي حاجياتهم، فنحن عندما ننظر في منزلنا ما المواد المصنوعات المنتوجات التي نجدها الأكثر، التقليدية أم العصرية؟ بطبيعة الحال العصرية، إذا بالتالي تلبي حاجياتنا، أولا لكونها متوفرة بكثرة وكذلك لكون ثمنها مناسب، بإضافة إلى ذلك أنها توفر فرصا للشغل، حيث كما تلاحظون في الوثائق هناك مجموعة من العمال يعملون لتشغيل هذه الآلات. إذا بالتالي فهي نشاط اقتصادي مهم جدا. انطلاقا كما قلنا أن هناك هذه فقط بعض النماذج، لكن هناك نماذج أو صناعات أخرى نجدها ودائما نعود وننطلق فقط من منازلنا. مثلا هناك الصناعة الإلكترونية، هي مهمة أيضا بحيث صناعة الحواسيب، الهواتف وغيرها، صناعة الأدوية، صناعة السيارات والكتب التي تسمى أيضا بالصناعات الثقيلة الضخمة. هناك أيضا صناعات بلاستيكية، صناعات الأثاث وغيرها من الصناعات التي تطورت كثيرا في القرون الأخيرة وأيضا لبت حاجيات المواطن والناس من هذه المنتوجات. إذا انطلاقا من هنا، ما المقصود بالصناعة العصرية؟ الصناعة العصرية التلاميذية هي مجموعة من الصناعات المتطورة التي تقوم بتحويل المواد الأولية، مواد خام، إلى مواد قابلة للاستهلاك، معتمدة على آلات ضخمة وعديدة. ولو أردتم أن المواد الأولية قلنا هي المواد الخام، هي قد تكون مواد فلاحية، قد تكون مواد معدنية، يتم تحويلها إلى منتجات مصنعة. كما قلت قبل قليل ودعوتكم للمقارنة بين الصناعة التقليدية والصناعة العصرية من خلال كم الإنتاج وسرعة الإنجاز. إذن فيما يخص الصناعة التقليدية، كم الإنتاج هو قليل، بينما في الصناعة العصرية هي وفرت المنتوج. أيضا من حيث الوقت، فالصناعة التقليدية تميز بالبطء لأن قلنا أنه يعتمد على أدوات بسيطة، يعتمد على أدوات تقليدية، وبالتالي هذا يأخذ من وقت. أيضا الإتقان يأخذ وقت، بينما الصناعة العصرية بما أنها تعتمد على الآلات يتميز بالسرعة، فصناعة يعني صناعة كميات كبيرة تكون في وقت قليل، وهذه هي الميزة التي تميز الصناعة العصرية عن الصناعة التقليدية. إذن هذا فيما يخص النشاط الصناعي بشقيه التقليدي وكذلك العصري. لكن بالإضافة إلى هذا النشاط، فهناك أنشطة أخرى يمارسها سكان المدن، وهذه الأنشطة ومنها هناك النشاط التجاري، خاصة في بعض المدن التي تعتمد بشكل كبير على النشاط التجاري، كمدينة تطوان مثلا، هي مدينة تعتمد على النشاط التجاري على يعني أكثر من النشاط الصناعي نظرا لقلة المصانع التي تواجد في المدينة. إذن هذا النشاط، أولا ما المقصود بالتجارة؟ سبق لنا أن تعرفنا في درس التاريخ بداية السنة أن التجارة المقصود بها هي عمليتي البيع والشراء. إذن لتعرف أكثر على هذا النشاط، أدعوكم إلى ملاحظة الصورتين 9 و10 في الصفحة 90. لاحظوا معي جيدا، الوثيقة 9 ماذا تمثل؟ تمثل سوق الجملة للخضر والفواكه، سوق الجملة، أكيد أنكم تعرفون المقصود بسوق الجملة. ثم هناك في الوثيقة 10 دكان لبيع الخضر والفواكه بالتقسيط،
سبق لنا أن تعرف نفس الدرس للتاريخ أن المقصود بالبيع بالجملة والبيع بالتقسيط. قلنا البيع بالجملة هو البيع بكميات كبيرة، بينما البيع بالتقسيط هو البيع بكميات قليلة. الآن لاحظوا معي أو ركزوا معي في كمية البضائع. صف كميات البضائع المعروضة في كل من السوق والدكان. إذن كما قلت قبل قليل أن في سوق الجملة تكون البضائع كثيرة جدا، يتم البيع بالصناديق وبالأطنان، بينما في الدكان تكون الكمية قليلة بالكيلوغرامات فقط. إذن قلنا صنفي التجارة الممثل في كل صورة منهما. في الصورة الأولى قلنا البيع بالجملة، بينما في الصورة الثانية العاشرة هناك البيع بالتقسيط، والمصنفين مهمين جدا من أصناف التجارة. إذن فيما يخص هذه التجارة سواء تجارة بالجملة أو تجارة بالتقسيط، مع التطور الذي عرفته التجارة مؤخرا ظهر أنواع أخرى من أو أنواع أخرى من التجارة. لاحظوا معي في الحلقة 11 والثانية عشرة. إذن فيما يخص الوثيقة الثانية 11 عفوا، هنا تمثل لنا الباعة المتجولون الذين يجدون في على جوانب الشارع. إذن هؤلاء الباعة طبعا هم يعرضون منتجاتهم بالتقسيط للزبناء، لكن للأسف يطرحون مجموعة من المشاكل خاصة متعلقة بالبيئة. فما هي هذه المشاكل؟ إذن هناك بضائع معروضة قلنا على جانب الطريق، وهذا يخلف كثرة الأسبان، بحيث أنهم يخلفون مخلفات لفواكه يعني تعفنات وخضر وغيرها ومياه. إذن بالتالي فهم يلوثون البيئة، بالإضافة إلى تسبب في الازدحام والضجيج وغيرها. لكن هناك نوع آخر من التجارة كما قلنا والذي ظهر وهو ممثل في الوثيقة 12. لاحظوا معي الوثيقة، لاحظوا جيدا كيفية تنظيم البضائع في الصورة 12، كيف هي البضائع المعروضة. هنا نلاحظ أن هناك بضائع معروضة في صفوف، وهذا طبعا هو مهم جدا بالنسبة للزبناء. إذن قلنا أن البضائع معروضة بشكل منظم مرفقة بثمنها، وكما سبق لنا أن تعرفت بدرس سابق للتاريخ أن هذه الطريقة تسمى بالبيع بالخدمة الذاتية، وهذا يسهل على الزبناء اقتناء البضائع بحيث أنه يسهل عليهم شراء ما يريدون وما يرغبون فيه، وهذا هو النوع الأكثر انتشارا بدأ يظهر في الأسواق العصرية أو أسواق البيع بالخدمة الذاتية مثل أسواق سلام، مرجان، أسيمة وغيرها من هذه الأسواق. إذن من هنا نقول أن التجارة هي نشاط اقتصادي مهم جدا يمارسه سكان المجال الحضري. فما المقصود بالتجارة؟ التجارة كما قلنا قبل قليل تكون من عمليتي البيع والشراء، وهي نوعان، هناك تجارة التقسيط وتجارة الجملة. تجارة التقسيط قلنا التي يتم البيع بكميات قليلة، وتجارة الجملة تكون في أسواق البيع بالجملة، والتي يشتري الباعة هم الذين يشترون من المنتجين أو من الباعة كذلك، وتكون بكميات كبيرة. إضافة إلى هذا النشاط الذي قلنا هو مهم جدا، فهذا النشاط خاصة النشاط التجاري هو يحتاج إلى نشاط آخر مهم جدا يرتبط به ويمارسه أيضا سكان المجال الحضري، إنه ماذا؟ إنه النقل، بإضافة إلى نشاط الخدمات. أولا نتعرف على نشاط النقل. لاحظوا معي الوثائق أو صور 13 والرابع عشرة دائما في الصفحة 90. إذن في الوثيقة 13 ماذا لدينا؟ هناك شاحنة محملة بالليمون متجهة نحو سوق الجملة بالمدينة، بينما في الوثيقة 14 بعض وسائل النقل بالمدينة. فيما يخص الوثيقة 13، ما الدور الذي تقوم به الشاحنة؟ ما دوره؟ هي تقوم بماذا؟ إنها تنقل البضائع بين المدن، من الأسواق أو من الضيعات إلى الأسواق أو من سوق إلى سوق.
إضافة إلى الشاحنات، نجد هناك وسائل النقل المتواجدة في الوثيقة 14. إلى هنا كما يبدو لكم هناك وسائل نقل مختلفة، هناك تاكسي أو ما يسمى بسيارة أسرة، ثم هناك السيارات الخاصة، إذن وهناك أيضا هناك حافلة. إذن هنا نقول أن وسائل النقل هي هناك وسائل النقل العمومية ووسائل النقل الخاصة. إذن كل هذه الوسائل ما الدور الذي تقوم به؟ إنها طبيعة حال تنقل المواطنين والأشخاص من مدينة أخرى أو داخل المدن، سواء الخاصة سواء العمومية. إذن بالتالي هذا النشاط هو نشاط مهم جدا، لكن للأسف كما يبدو لكم في الوثيقة 14 فهذا النشاط يطرح لنا مجموعة من الآثار السلبية. ما هي؟ إنها التلوث والازدحام والضجيج. إذن تبقى أنها وسائل نقل مهمة جدا، لكن للأسف هي تطرح لنا هذه المشاكل خاصة التي تؤثر على البيئة. تلاميذي، إضافة إلى هذا النشاط كما قلنا في بداية المحور أن هناك نشاط آخر وهو الخدمات. إذا ما المقصود بالخدمات؟ لاحظوا معي كذلك الوثائق 15، 16، 17 و18 دائما في الصفحة 91. إذن الوثيقة 15 تمثل لنا مدرسة، مستوصف، مكتب البريد، حديقة ترفيهية. ما نوع الخدمة التي تقدمها كل صورة؟ مثلا في الوثيقة 15 تمثل لنا خدمة تعليمية، التربية والتعليم. ثم في المستوصف هناك خدمة صحية، خدمة إدارية، مكتب بريد، خدمات بريدية، استلام، إرسال أموال، رسائل وغيرها. ثم هناك الوثيقة الأخيرة هي خدمة ترفيهية استجمامية. إذن هذه الخدمات نجدها في المدن، إضافة بطبيعة الحال إلى خدمات أخرى تقدمها المدينة، سواء لسكان المدينة أو لسكان المناطق المجاورة، وخاصة الخدمات الإدارية والخدمات التعليمية وأيضا الصحية. إذن منطلقا من هنا يتبين أن هناك تكامل ما بين الأنشطة التي تتواجد في المدينة، سواء منها الصناعية أو التجارية أو النقل والخدمات. إذن بهذا تلاميذي نصل من هذا الدرس وهو كالآتي. قلنا لدينا نماذج من أنشطة السكان بالمدينة. أول نشاط قلنا هناك لدينا الصناعة، يقوم سكان المجال الحضري بالنشاط الصناعي كنشاط مهم، والذي ينقسم إلى نوعين. هناك الصناعة التقليدية التي تعتمد على العمل اليدوي وأدوات بسيطة وتميز بالإتقان والجودة، مثل صناعة جلد الطرز والنقش على الخشب وغيرها. ثم هناك الصناعة العصرية التي تعتمد على الآلات الضخمة وتميز بسرعة ووفرة الإنتاج، مثل الصناعة الإلكترونية، صناعة السيارات وغيرها. إضافة إلى هذا هناك النشاط التجاري، وأن يتمثل هذا النشاط في نوعين من التجارة، هناك تجارة الجملة وتجارة التقسيط. وأخيرا لدينا هناك النقل والخدمات. هناك وما يخص الخدمات، قلنا مجموعة من الخدمات إدارية، صحية، تعليمية، ثم قلنا سواء الأمر تعلق بنقل البضائع أو الأشخاص، سواء من وسائل النقل العمومية أو خاصة. إذن هنا نهاية درسنا، لكن قبل الانتهاء أدعوكم إلى إنجاز النشاط الآتي على دفاتركم. تعودون إلى الصفحة 91 وتنجزون النشاط الأول أو التمرين الأول الذي يتعلق الأمر بنقل الجدول على دفاتركم، ثم تصنيف تلك العبارات بين خصائص كل من الصناعة التقليدية وخصائص الصناعة العصرية. إذن إلى نهاية درسنا اليوم، وإلى اللقاء في درس مقبل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.